يعطيكم العافية. هسه راح نبلش شرح الجزء الثاني من شابتر 7 اللي هو المومنت دايجرام. هسه شو يعني مومنت دايجرام؟ هسه احنا قبل شوي يعني انا حضرت الفيديوهين ورا بعض. لما كان عندي بيم انا زي هيك، كان عليه مثلا لود زي هيك ولود زي هيك مثلا، وعادي سبورت، حكينا قلت لك وجد للشير هون والمومنت هون، بعدين بعد دقيقة حكيت لك وجد للشير هون والشير هون، بعدين حكيت لك هون وهون، بعدين هون وهون، بعدين هون وهون، هون 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 هون. يعني أنا بدي أظل كل مرة، رح تصير تحكي لي أظل كل مرة أمسك وأقطع يمين 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 يسار يمين يسار يمين يسار يمين. أنت بدك تحلل، أنت بدك تمسك هذا الاشي وتحلل، توجد على كل مكان بالبيم كان في شير وكان في مومنت. طيب انا هذا الاشي يعني لازم اعرفه مشان انا اصممه لما بدي اوصل RC1 واعمل له تسليح واحط حديد، وكان بدي كونكريت وكان بدي كذا. طب انا هذا الاشي انا بحاجته يعني لازم اعرف كم الشير بكل مكان وكم المومنت بكل مكان. طيب انا عشان هيك احنا بدل ما نضل نقطع 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 نقطع، اخترعوا شغلة اسمها مومنت ديجرام او شير ديجرام، رسمة بتوضح لي الشير والمومنت عند كل ملي بالبيم. يعني انا راح اعرف عن نظر او مش عن نظر، يعني من الرسمة بعرف كم الشير هون، بعرف كم الشير هون، بعرف كم المومنت هون، كم المومنت هون، كم المومنت هون، بدون ما اقطع. شايفين كيف؟ بدون ما اقطع. فهسه هذا الاشي راح نتعلمه. في عندي اكثر من طريقة. اول طريقة واللي هي الاساسية الفانكشن، هي مشروحة بفيديو اسمه بارتي 3. يعني انتو راح اشرح لكم، انا يعني بدي اقلب ترتيب شوي الكتاب هالمرة مشان انتو تفهموا 100%. راح اشرح لكم الطريقتين اللي عندي، بعدين الطريقة الاصلية اللي هي الاساس وهي اللي لازم تعرفها لما تتخرج او لما توصل المواد لبعد، موجودة بفيديو اسمه بارت 3 مشروح لحالها بساعة كاملة بالتفصيل. طيب فانا راح اشرح لكم طريقتين. اول طريقة، طريقة هي السهلة، ثاني طريقة متوسطة، وطريقة الفانكشن هي مش الصعبة، هي الأفضل إشي. طيب هسه نيجي للإكزامبل. عندي هون إكزامبل بسيط، حكالي في عندي بيم نرسمه على جنب لحالنا، بيم زي هيك، حكالي في عليه لود مقداره 5، كأنه 5 على مسافة 2 على مسافة 2. طيب وعادي هون بن هون رولر، تمام. قال لي أوجد للمومنت والشير ديجرام. قول لي مومنت شير ديجرام شو هذا، كيف بدي أوجده؟ طيب أول خطوة كالعادة أوجد رياكشن، أوجد رياكشن هون، أوجد رياكشن هون، راح يكون هون 2.5 2.5. أوجدتهم بأي طريقة أنا أوجدتهم. ثاني خطوة بدي أرسم مومنت وشير ديجرام. في عندي أكثر من طريقة، نشرح الطريقة الأولى اسمها مومنت عند كل نقطة. هي أنا هيك سميتها، هي ما إلها اسم، هي طريقة اجتهاد شخصي بس عادي يعني يسموها مومنت كل نقطة، وتعلموا كيف تطبقوها. انت راح تقدر ترسم اي رسم بدك اياه. طيب اول خطوة لما ترسم مومنت شير ديجرام، بتمد خطوط من بداية البيم. خلينا نغير اللون نكبره شوي. تمد خطوط من بداية البيم ونهاية البيم زي هيك، وبتمد خطوط عند كل لود مختلف. يعني في عندي هون لود 5، بمد لود عندي 5. كان في عندي هون مثلا سبورت، برسم بحط خط عند السبورت. كان عندي مومنت زي هيك، بحط زي هيك. كان عندي انترنال هنج هون، بحط الانترنال هنج هون. تمام. كل نقطة كل تغير باللود اي مكان بدي ارسم خطوط. هسه انا شو الخطوط اللي عندي كانت الاساسية؟ كانت عندي زي هيك. طيب وبرسم خط الصفر. هسه هذا هاي المحاور العمودية، برسم خط زي هيك. هذا هو الشير. وبرسم خط اسمه مومنت. هسه اذا المومنت ما كفى على الرسمة برسمه على جنب لحالي، بس انت على ورق بكفي معك وزيادة. هذا المومنت. هسه احنا اكيد الموجب فوق والسالب تحت. هسه بالنسبه للمومنت، في ناس بيشرحوا موجب فوق والسالب تحت وفي ناس لا، فانا بكل بساطه خلص تعلمها زي الكتاب، موجب وسالب، واذا كانت الموجب تحت اعكس اللي اشتغلته.
طيب طريقة المومنت عند كل نقطة شو بتقول لك؟ بتقول لك امسك لي كل نقطة، يعني كل خط، شايف الخطوط اللي هون، هذا خط وهذا خط وهذا خط، امسك لي كل خط، امسك لي عند كل خط وخذ المومنت على يمينه أو يساره، خذ المومنت على يمينه أو يساره. هسا في عندي قواعد عامة، هذول القواعد احفظها خلص مشيت. إذا شو نشوف كيف نكتب، إذا أخذت المومنت من الجهة اليسار بيكون مع عقارب الساعة موجب وعكس عقارب الساعة سالب. تمام. طيب إذا أخذت المومنت من الجهة اليمين بيكون عكس عقارب الساعة موجب ومع عقارب الساعة سالب. تمام راح تقول لي تمام. طيب هاي قاعدتين، اول ما تبلش سؤال مومنت دايجرام اذا بدك تستعمل هاي الطريقه هي الاسهل. يعني بالنسبه لي اتقنت هاي فجأت توجدت لك ثنتين، بس الفانكشن لازم. خلاص اخذت المومنت من الجهه اليسار بيكون مع عقارب الساعه موجب وعكس عقارب الساعه سالب، اذا اخذت المومنت من الجهه اليمين بيكون عكس عقارب الساعه موجب ومع عقارب الساعه سالب. طبعا هاي للمومنت، بالنسبه للشير لا. بالنسبه للشير، الشير انت عندك، يعني عندك هذا الصفر وعندك هون صفر، تمام، عندك هون لود بيطلعك فبتطلع معه، اذا عندك اللود اللي تحت بتنزل معه. طيب عندي هون 2.5 فبطلع 2.5، بطلع 2.5. يعني كيف انا برسم؟ يعني بشوف هذا سهم لفوق، هذا الرياكشن لفوق وطلع لفوق. طيب بس من هون لهون في عندي اشي بنزلني او بطلعني؟ يعني في عندي لود، في عندي لود. راح تقولي لا، في عندي لود مستطيل، لود مستطيل زي هيك. ما له فا بس ما بعرف شو المشكلة. في عندي لود مستطيل زي هيك، واللود المستطيل مثل ما بنعرف انه في اسهم. في عندي زي هيك بتقولي لا، يعني ما في اشي ينزلني لتحت، ما في اشي ينزلني لتحت. فايش بتعمل انت؟ شو بتعمل انت؟ بضلك ماشي مستقيم، بضلك ماشي مستقيم، تمام؟ ما في اشي لا نزلني ولا طلعني. طيب عندك هاي خمسة، هسا عندك هذا اللود خمسة، هذا خمسة لتحت صح؟ بتمسك مكان ما وقفت هون وبتنزل خمسة، تنزل خمسة، هاي نزلت خمسة. 2.5 ناقص خمسة كم؟ راح تقول لي سالب 2.5، هاي سالب 2.5. بعدين نفس الطريقة، في عندك هون اشي نزلك او اشي طلعك؟ راح تقول لي لا، فمشي مستقيم. بعدين عندي 2.5 بتطلعني لفوق بصفر صح؟ فهاي سالب 2.5، هاي سالب 2.5، وهي كم؟ صفر صح؟ صح، وهي صفر. فدائما مشان تعرف اذا حلك صح او غلط، طبعا هاي موجب وهي سالب، اذا مشان تعرف اذا حلك صح او غلط شو بتعمل؟ لازم يكون نهايه التسكيره صفر، وبدايته طبعا هي صفر، تمام؟ لازم يكون صفر. وبالنسبه للمومنت نفس الشيء، بس بالنسبه للشير واضح؟ راح تقول لي واضح. هسه في شغله بدنا احنا نتعلمها على جنب قبل ما نبلش حل، يعني هاي المفروض أنا شرحتها من قبل بس مش مشكلة. بالنسبة للشير فهمتوا ليش مستقيم مش مايل أو شيء. هسا في عندي جدول، هذا كون أنت عارف شو تعمل فيه، هذا اللود وهذا الشكل تمام شغل. في عندي لو كان عندي اللود، ما في لود يعني، هاي شير وهاي المومنت، تمام. عندي كان اللود، ما في لود، زيرو. وكان عندي لود، مستطيل، كان في عندي لود مثلث،
سواء باتجاه هذا أو بالاتجاه هذا. تمام، كان عندي زي هيك، انساك من هذه السيادة، هذه السيادة انساك منها. تمام، هسا لو كان أنا عندي لود زيرو، يعني ما في عندي لود، يعني هنا بالمنطقة هاي إذا لاحظتوا بهاي المنطقة ما كان في لود، فبيكون عندك الشير مستقيم أو مستطيل، هي مستطيل طيب. تمام، أما إذا كان عندك لود مستطيل، يعني هذا بنزلك أو بطلعك زي هيك، فبكون الشير لينير، بكون إنه بنزلك زي هيك، بنزلك كل متر بنزلك متر، كل متر بنزلك متر زي هيك، فبنزل نزول. أما إذا كان مثلث زي هيك، فروح نزلك بشكل مقعر. تمام، بالنسبة للمومنت، بس إذا كان مستطيل بكون المومنت لينير، خط مائل. إذا كان هاي بكون مقعر، وإذا كان هاي بكون مقعر، هاي سكند ديجري وهاي ثيرد ديجري. طيب شو بستفيد من هذا الحكي؟ بستفيد من هذا الحكي حسب اللودات أنا بعرف شو أرسم. طيب نمشي، عندي أنا شير مستطيل أو اللود زيرو، فكم بده يكون المومنت؟ المومنت بده يكون لينير، فأنا لما بدي أوصل بين النقطة هاي والنقطة اللي بدي أوجد لها المومنت، بدي أوصله بخط لينير، خط مائل. طيب شو أنا كيف بدي أوجد المومنت؟ كيف بدي أوجد مقدار المومنت عند كل نقطة؟ النقطة هاي المومنت على يسارها، لو أنا قطعت السبورت وجيت على يساره، في إشي على يساره راح تقول لي لا، معناته المومنت هون زيرو، المومنت هون زيرو. طيب نيجي على النقطة الثانية، عند كل خط، عند كل خط بأخذ المومنت. هسا أخذ الجزء اليمين ولا الجزء اليسار؟ كيف يعني الجزء اليمين والجزء اليسار؟ يعني أنا زي كأني مسكت النقطة قطعت عندها زي هيك، وما كان عندي غير اللود اللي هو 2.5، وهي المسافة كم؟ 2 متر. تمام، كم المومنت هون؟ كم المومنت هون؟ احكي سيجما مومنت، كم المومنت هون؟ فشو بعمل أنا؟ بقول لك أنا أي جهة ماخذ؟ ماخذ الجهة اليسار، هي ها؟ ماخذ الجهة اليسار. إذا ماخذ الجهة اليسار مع عقارب الساعة موجب وعكس عقارب الساعة سالب. طيب الاثنين ونص بتعمل لي مع ولا عكس؟ طلع زي هيك، بتعمل لي مع، معناته موجب، معناته المومنت بده يكون موجب. فكم المومنت مقداره؟ 2.5 × 2، كم يعني؟ 5. فبوصل 5 زي هيك. شوي في مشكلة بالبرنامج، خلينا نشوف شو مشكلتها، دقيقة بس. طيب ظبطت المشكلة، كان عندي زي هيك، فحكينا الشير اطلع طلوع بطلع 2.5، بعدين بمشي خط مستقيم، بعدين ايش بنزل، بعدين بمشي زي هيك، بعدين هيك. هذا الشيء تعلمناه، هاي 2.5، هاي سالب 2.5، وهاي زيرو. تمام، طبعا هاي خط مستقيم هو سالب 2.5. بالنسبة للمومنت، ما بديش ارجع اكتب القاعدة، إذا عندي مع عقارب، إذا أخذت الجزء اليسار، يعني أنا مسكت النقطة هاي وأخذت يسارها زي هيك، طلعت عندي 2.5، وعندي المومنت، صح؟ إنه المومنت اللي بدي أوجده، المومنت اللي بدي أوجده. هسا المومنت اللي بدي أوجده كم راح يطلع؟ راح يطلع معي 2.5 × 2، طبعا هاي 2 وهي 2، 2.5 × 5. كيف بوصل 5؟ بما إنه هاي مستطيل، هاي بوصلها لينير. طيب هسا بقول لكم ليش. طيب هسا بالنسبة لهاي النقطة، النقطة هاي خذ على يمينها، في اشي على يمينها، في لودات على يمينها، راح تقول لي لا، معناته زيرو، معناته المومنت هون زيرو، معناته بوصل بين هاي وهاي زيرو، بوصل برضه بلينير، ليش؟ انه هذا مستطيل. فهاي كم من مقدارها؟ 5. طيب هسه ليش بوزيتيف؟ اول سبب ليش بوزيتيف؟ لانه حكينا طلع المومنت موجب. الفكره انه احنا حكينا في اشي اسمه ساين كونفنشن، حكينا في اشي اسمه ساين كونفنشن. اذا عندي انا الجهه اليمين والجهة اليسار، حكينا إذا عندي هاي المومنت هيك، حكينا إذا المومنت عندي هيك. هسا إذا المومنت أنا لما قطعت هاي وأخذت الجهة اليسار، لما طلع المومنت معي، لما حليت بطلع معي هاي المومنت، المومنت يساوي 2.5، معناته المومنت طلع زي إشارة الساين كونفنشن، طلع إشارته هيك، فأنا حطيته بوزيتيف. أما لو كان هذا اللود عندي هيك، لاحظ ان المومنت راح يطلع معي سالب 2.5، يعني المومنت هيك شكله، لما يكون المومنت شكله من الجهة اليسار زي هيك، معناته سالب، سالب، فبحطه انا سالب. تمام، ففكرة ايش؟ هي فكرة الساين كونفنشن. طيب هسا بخصوص ان السؤال هذا، لو انا مسكت هاي واخذت الجزء اليسار،
مش الجزء اليمين، قلنا الجزء اليمين ما في لودات صفر، بدي امسك الجزء اليسار شو عليه لودات؟ راح تقول لي والله عليه انا ايش ما اخذت جزء يسار، يسار مع عقارب الساعه موجب عكس عقارب الساعه سالب، راح تقول لي في عندي 2.5 في 4، باخذ المومنت هون، باخذ المومنت هون، هون باخذ المومنت. 2.5 في 4 كم؟ 10. ناقص، ليش ناقص؟ لانه هاي عكس عقارب الساعه. ناقص 5 في 2 كم؟ 10. كم يساوي 0؟ فلو اخذت الجزء اليسار واخذت الجزء اليمين بيطلع معي 0. طيب حل مثال ثاني، شوف اذا مشروح هون مثال ثاني سهل. طيب بدي ايش مثلث؟ نحل هذا، بيقول لي اوجد الشير مومنت ديجرام وات اكس، اكس هذا البارت 3 ما لناش فيه. نرسم هذا البيم عليه فيكست وعليه لف مستطيل، وعليه مومنت من هون كم مقدارهم؟ 3 15 2 2 3 15 تمام تمام تمام. هذا البيم قال لي ايش؟ اوجد المومنت والشير دايجرام. طيب اول خطوه بدي اوجد رياكشن، اول خطوه بدي اوجد رياكشن. طيب راح اقول لك انه هذا عليه رياكشن زي هيك، مقداره 6 اللي هي 2 في 3، وراح اقول لك في عليه مومنت كم تكون مقداره؟ يكون مقداره كم؟ 15 ضرب 15 ناقص 6 في 1.5 بيطلع عندي مقداره 6. مقدار المومنت اللي هون كم؟ 6. بس كيف يكون اتجاهه؟ بكل بساطة هسه بدي افرض هاي المومنت زي هيك، راح اقول انا عندي هذا معقارب الساعة سالب ام، سالب 15 زائد 6 في 1.5 يساوي 0. اذا الام تساوي كم؟ الام تساوي 6 ضرب 1.5 ناقص 15 بيطلع عندي سالب 6. المومنت سالب 6، سالب 6 يعني عكس فرض، يعني كيف شكل المومنت؟ ها 6 هيك شكل المومنت. طيب هيك انا اوجدت الرياكشن، طبعا ما في رياكشن افقيا لانه ما في ضربه افقيه. ثاني خطوه بدي اوجد المومنت والشير دايجرام، بمد خط زي هيك، بمد خطوه زي هيك، بدايه اللود الموزع ونهايته، ما بمد خطوط، بالخطوط هاي ما بمد، اللود مستطيل. عندي هون الشير، عندي هون مومنت. طيب أشير هاي مومنت. طيب راح بكل بساطة هاي الشير هون، في عندي هون لود، هذا مومنت، المومنت بتحرك فيه بالمومنت، اللود بتحرك فيه بالشير، تمام. طيب هذا مومنت، مومنت ما له دخل، يعني ما بطلع 15، ما بطلع 15، هذا مومنت وهذا شير. طيب راح تقول لي انا راح اظل انزل بمقدار 2 في 3 اللي هو راح انزل 6، يعني انا هون صفر وعند نهاية اللود المستطيل كم؟ مقدار النزول اللي هو مقدار التركيز، اللي هو مقدار التركيز. شوي بس. طيب فإحنا لما يكون عندي لود مستطيل بشوف بدايته بشوف نهايته، مقدار التركيز كم مقدار تركيزه؟ تقول لي مقداره 6، تمام. فأنا بوصل بين بدايته ونهايته الفرق بينهم 6، فكان صفر فهون نزلني كم؟ بنزلني راح نزلني 6، تمام. فهي ايش؟ بحطها سالب 6. بعدين في عندي رياكشن 6 لفوق بطلع يعني 0، تمام. فهذا ما له نيجاتيف. الفكره لما يكون عندي لود مستطيل بشوف بدايته وبشوف نهايته، مقدار التركيز هو الفرق بين البدايه والنهايه، لانه ايش؟ هو بنزلني 6. طيب ليش مديته خط مائل مش خط مستقيم؟ لانه بكل بساطه هي 0 وهي 6، يا بوصل مقعر يا بوصل لينير. بس انا هون اللود عندي ايش؟ حكينا بالحاله اللي هاي كان زي هيك، لو كان لود مستطيل هذا بسميه لينير. طيب بالنسبه للمومنت، المومنت عند كل نقطه، بتاخذ المومنت هون، بتاخذ المومنت هون. طب كيف تاخذ المومنت هون؟ يعني خلص، ما انتو صفر وصفر، ما احنا نعرف بدايه البيم صفر ونهايته صفر. بس لا، في عندي هون المومنت خارجي، في عندي هون مومنت خارجي ماله مع عقارب الساعه. اي شيء مع عقارب الساعه سواء اخذت يمين او يسار مع عقارب الساعه اذا كان عندي مومنت خارجي بيكون موجب، وعكس عقارب الساعه بيكون سالب. هذا مع عقارب الساعه يعني بيطلعني 15، تمام. طلعني طب ليش ما طلعنيش مقعره او شيء؟ المومنت هذا زيه زي اللود هون، زيه زي اللود هون،
لما يكون هيك لود كان الشير عندي، كان الشير طالع ماشي هيك مستقيم هيك. فلما يكون عندي مومنت، رسمة المومنت بتكون هاي، لو كانت هاي مومنت وانا برسم للمومنت بتكون زي هيك، فهي نفس الشيء هيك. بس بعطيكم مثال اوضح. طيب بدي اوجد الشير هون، بدي اوجد المومنت هون، شو بعمل؟ باخذ المومنت هون، مجموع المومنت على يسار البيم او يمينه. بس اذا وجدت يمينه هذا ايش؟ عكس اقارب الساعة، عكس اقارب الساعة يعني 6، يعني هون كم؟ بده يكون سالب 6. فانا راح اوصل بينهم، بوصل بينهم بشكل مقعر زي هيك، تمام. بعدين بطلع الصفر، اي اشي مع قارب الساعة بطلعني، واي اشي عكس قارب الساعة بينزلني. غلط، اي اشي مع قارب الساعة بطلعني، ها طلعتني 15، واي اشي عكس قارب الساعة بينزلني هون 6. في النهاية راح تكون كم؟ 6 من هون. بعدين شو بيعمل؟ الستة هاي راح تنزلني، ليش؟ انها عكس اقارب الساعة، انها زي هيك مش هيك. الستة هون زي هيك، هي راح تكون نازل نزول يعني، بس الرسمة مش واضحة. بعدين ستة بتنزلني لفين، تمام؟ ستة ايش؟ عكس اقارب الساعة. هذا المثال، مثال فيكست، يمكن شرحته بكير، مفروض نشرح مثال ثاني. نشرح مثلا هذا 3 3، ايش هذا؟ نشرح هذا، لا ولا خلص هذا بالنص. في عندي مومنت هون مقابل 30، عندي هون مسافة 3، عندي هون مسافة 3، في عندي هون رياكشن، عندي هون رياكشن. طب بدي اوجد مقدار رياكشن، ما بقدر اوجده على النظر. طيب شو بدي اعمل؟ انا باخذ مومنت عند A، راح اقول له هذا مع قارب الساعة سالب 30 زائد بي واي في 6. لاحظ انه 30 ما ضربتها بمسافة لانه هذا مومنت، فبي واي تساوي 30 تقسيم 6 تعطيني 5. فاي واي، اي واي كم بدها تكون؟ تكون سالب 5. ليش سالب 5؟ لانه بي واي لفوق 5 وما عندي ولا لود عمودي، فبتكون بي واي عكس اي واي، فبالتالي هاي خلص بتصير زي هيك. طيب فانه هم عكس بعض، فبالتالي خلص بلغي الاشاره هون، تمام. بس ارسم المومنت والشير دايجرام بين كل خط فاصل. طيب يمشي زي هيك، هذا الشير، الشير عندي 5 لتحت بنزل 5، في عندي اشي مستقيم؟ لا، بمشي. هذا مومنت ولا لود؟ مومنت، مومنت معناته مومنت ما بيأثر، ما بينزلني ولا بيطلعني، لأنه ما برسم شير. الشير بخص اللودات والمومنت بخص المومنتات، ظل ماشي مستقيم. بعدين هاي البي واي هي 5 بتطلعني 5، فهذا مقدار الشير كم؟ سالب 5، سالب 5. يعني أنا لو بدي أقطع هون أوجد الشير أوجد هون بطلع معي سالب 5. طيب بالنسبة للمومنت، خذ المومنت على يسار النقطة هاي، في إشي على يسار النقطة هاي راح تقول لي لا، معناته المومنت هون زيرو، المومنت هون. بعدين شو بدي أعمل أنا؟ بدي أخذ المومنت على يسار الثلاثين، يسار الثلاثين يعني الثلاثين ما راح تدخل معي بالحساب، الثلاثين ما بتدخل معي بالحساب. طيب كم يسار الثلاثين؟ يعني في عندي هون مومنت اللي بدي اياه، وعندي هون الخمسة، صح؟ راح تقول لي صح. وهي المسافة كم؟ 3، 5 في 3 كم؟ 15. نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ راح تقول لي نيجاتيف. ليش؟ انه هاي بتمشي هيك وهي بتمشي هيك، معناته هاي لازم تعمل لي شنسر اتزان، فالمومنت يساوي سالب 15، تمام. فسالب 15 فهاي صفر وهاي 15، كيف بوصل بينهم؟ بوصل بينهم لينير. هاي سالب 15. طيب بعدين في عندي 30، ال 30 مالها؟ مع اقارب الساعة، فأنا بدي أطلع 30، بطلع 30 زي هيك، تمام. ليش طلعت طلوع؟ لأنه هذا المومنت، المومنت مثله مثل لها، فهي إيش؟ 15. بعدين في عندي هون، باخذ الجزء اليمين
اليمين كم بيكون زيرو. لو أخذت اليمين شو اسمه باخذ جزء اليسار بقول لك في عندي 5 في 3 15 ناقص 30 5 في 6 30 ناقص 30 كم؟ يعني هاي بتعمل لي هاي 30 باخذ جزء اليسار هاي بتعمل لي عكس عقارب الساعة سالب 30 وهون مع عقارب الساعة 30 معناته كم؟ صفر. فهي رسمة المومنت دايجرام. هاي رسمة المومنت دايجرام. فشو بهذا المثال شو استنتجنا؟ لو عندي مومنت بالنص شو بعمل؟ بطلع وبنزل. وتعلمنا كمان الرياكشن النيجاتيف انه بنزلني عادي. والمثال السابق تعلمنا اللود المستطيل بنزلني لينير. هسه نتعلم كمان اكزامبلين ونكون اتقنا المومنت دايجرام بشكل رهيب. طيب نيجي لهذا المثال. draw the shear and moment diagram for the beam. طيب خلينا نحل المثال على الرسمة نفسها. الرسمة نفسها كذا ما ريكورد. راح أقول لك في عندي هون رياكشن. عندي هون رياكشن هذا تركيزه بده يكون 1.5 × 2 × 3. إذا هاي كاملة 4 وهاي 2 كم بضل هون؟ بضل 2. فهي بدها تكون 1 وهي بدها تكون 1 وهي مختارة 3. فمجموع المومنت عند C يساوي 0. حقول لك 3 في 1 تساوي AY في 4. فAY تساوي 3 على 4 تمام. طيب سيجما أوف واي تساوي 0 CY زائد 3 على 4 ناقص 3 يساوي 0. إذن CY يساوي 3 ناقص 3 4 بيطلع عندي 2.5. 2 تمام. هطلعت قيمة الرياكشن 2.5 75%. شو بعمل ثاني خطوة؟ برسم الخطوط. برسم خط بداية اللود بمسح التركيز نساش بداية اللود نهاية اللود شير. يلا يا شير كده ارسم الشير. عند الـ AY 75% فبطلع 75%. بعدين بمشي خط مستقيم. بعدين في عندي هنا ايش؟ مستطيل. المستطيل راح ينزلني كم بده ينزلني؟ بده ينزلني مقدار التركيز. عندي هنا 75 صح؟ عندي هون 75. هسا مقدار تركيزه كم؟ 3. فبدي انزل 3. 75 ناقص 3 كم؟ سالب 2.5. فبوصل سالب 2.5 زي هيك. او كيف خلص بكل بساطة تقول لي هاي سالب 2.5 هون بدها تكون صح. راح تقول لي طيب كيف توصل بين 75 وسالب 2.5 وكون اللود مستطيل؟ راح تقول لي وصل لينير. خلص وصل لينير. بعدين ال 2.5 رياكشن سي بيطلع لي معناته انا موجود رياكشن لحد هسه صح. بس المومنت هو اللي بثبت لي انه الرياكشن صح ولا لا. طيب نرسم المومنت. هاي المومنت. طيب على يسار النقطة A في اشي؟ لا المومنت زيرو. طيب باجي عند البي. البي في عندي 75% في 2 كم؟ 1.5. 1.5 مع عقارب الساعة ولا عكس؟ والله عملت لي مع. وانا ما اخذ اي جزء، ما اخذ جزء اليسار معناته موجب. فوصل هون كم؟ 1.5. بعدين المومنت هون كم لازم يكون؟ يسار السي في اشي؟ لا زيرو. معناته بدي اوصل بين 1.5 وهاي زيرو. كيف بدي اوصل بينهم؟ هذا لينير. فانا ايش بعمل؟ برسم خط مقعر بطلع زي هيك بعدين بنزل. طيب ليش انا طلعت هذا الطلوع؟ لانه هون صار في عندي اشي موجب وهون اشي سالب. فانا الموجب بطلعني بظل مطلعني بعدين بنزل تمام. انساكم من هالشغله انا لو ما بدي احلها. هسا في شغلة بدنا نستنتجها انه بلاحظ مكان ما عندي زيرو شير، يعني الشير عندي زيرو، بكون المومنت عالي. بكون المومنت عالي. فدائما اذا عندي انا زيرو شير بكون عندي ماكسيمم مومنت. طيب ليش هذا الاشي؟ ليش الزيرو شير بيعطيني ماكسيمم مومنت؟ ما حدا تسأل وانا راح اقولك تسأل. طيب ما لاحظت انه هون لما مكان عندي اشي، يعني كان عندي هون زيرو بعدين صار عندي لينير، صار عندي مستقيم بعدين صار عندي لينير. طيب ما لاحظت انه هون لما كان عندي مستقيم صار لينير بعد اللينير صار سكند ديجري؟ رح تقول لي طيب شو هاي الشغلات؟ شو بتذكرك؟ بقولك بتذكرك بالرياضيات انه تكامل الزيرو يساوي سي. تكامل الزيرو
يساوي سي، سي يعني ثابت، وتكامل السي يعطيني سي اكس، سي اكس يعني لينير، وتكامل السي اكس سي اكس تربيع 2، والله بلاحظ انه اقتران تربيعي، اقتران تربيعي، وتكامل وتكعيب، وتكامل وتكعيب قوة 4، وهيك. فلاحظ انه المومنت والشير دياجرام بربط علاقات بينهم تكامل واشتقاق. فانا تكامل اللود بيعطيني شير، تكامل الشير بيعطيني مومنت، تكامل المومنت بيعطيني ثيتا، تكامل المومنت بيعطيني ديفليك، تكامل ثيتا بيعطيني ديفليكشن، شغلات مش هسه. ولكن اذا طلعت لفوق بشتق، تمام. طيب بشتق، فشو استنتج من هذا الشيء؟ لما اقول لك انا الفانكشن عندي الشير مثلا يساوي 10 اكس ناقص 1، تمام صح، وعندك المومنت شيء ثاني 20 اكس تربيع مثلا. بس انا بدي اوجد وين الماكسيمم مومنت، فانا بقول لك مشتقة المومنت. هسا لما يطلب القيم القصوى، شو القيم القصوى بالرياضيات؟ القيم القصوى بالرياضيات انه المشتقة الاولى تساوي صفر. فانا شو مشتقة المومنت؟ مشتقة المومنت شير. فانا اذا سويت الشير بالصفر بطلع ماكسيمم مومنت، وهذا تفسيره على الرسمي. هذا بالبارت 3 شابتر الفانكشن انا شارحه، بس الفكره بدي اوصل لك اياها، ليش هون طلعت وليش صار عندي ماكسيمم مومنت؟ لانه دائما عند الزيرو شير ماكسيمم مومنت. فهذا كان مثال كثير مهم، يعني بتشوفوه سهل. طب سهل، طب شو يعني اسهل من اللي قبله، اسهل تبع الفيكس؟ بقول لك بس هذا علمك شغلتين، انه عند الماكسيمم شير في زيرو مومنت، عند الزيرو شير ماكسيمم مومنت، وثاني شيء كيف بنزل وبطلع، وشغله المقعر. طيب في شغله دائما عند الانترنال هنج، الانترنال هنج هذا بشابتر 6، نهايه شابتر 6 مشروع فيديوهات قديمه، وان شاء الله راح نشرح فيديو جديد. دائما المومنت عنده زيرو، يعني انا هذا لما درس المومنت دياجرام، مثلا المومنت دياجرام طلع معي مقعر زي هيك، بعدين شو لازم يمر بالصفر، لازم يكون صفر هون، بعدين يرجع يتقعر مثلا، بعدين هاي. يعني اللي بدي اوصله انه دائما عند الانترنال هنج دائما زيرو. طيب شوف اذا امثله مثلث، نتعامل مع المثلث، بس نتعامل مع مثلث الاكزامبل اللي وراه. عندي مثلث بسيط زي هيك، قال لي اوجد المومنت والشير دياجرام. بكل بساطة اوجد الرياكشن، كم الرياكشن؟ حدا يوجدهم معي. 9 و18 6 بـ9 نص، ضرب 6 ضرب 9 27، فهي 9 وهي 18، تمام. فدرسم الشير دياجرام، هاي الشير، فالشير بقول لك ايش هذا نازل، بنزلني كيف بنزلني؟ هذا لينير، فبده ينزلني مقعر. بدي اول شيء بدي اطلع 9، بعدين بدي انزل مقعر بمقدار التركيز، بمقدار التركيز كم تركيز؟ وهذا 27، فبدي انزل 9 ناقص 27 ناقص 18، فبدي اوصل بين التسعة وناقص 18 بخط مقعر زي هيك، تمام. بعدين ايش؟ 18 رياكشن بطلع يعني. بالنسبة للمومنت نفس الاشي، بيكون رسمة المومنت عندي زي هيك مثلا، بس هي ايش؟ 3 ديجري، فهنا زيرو شير ماكسيمم مومنت. طبعا شيء طبعا هون اشتغل على الفانكشن، درس الفانكشن بعدين. فهنا شو عمل؟ صفر الشير، اوجد الاكس اللي عنده هاي، وحل. كيف اوجد الفانكشن؟ بعلمكم اياه بعدين. في المثلث ما فرق على المستطيل ولا شيء، بس الفكره انه حل. يعني لو كان عندي اكزامبل زي هيك، مثلا اكزامبل زي ها، كده اوجد المومنت والشير دياجرام له، عادي برسم زي هيك، بمد خط من هون وخط من هون، صح؟ طيب هذا لما بدي اوجد الشير هون، بس هون بطلع قيمة الرياكشن، صح؟ أنا أرسمه بأسود، بطلع قيمة الرياكشن، بعدين بوصل كم مقدار التركيز هذا؟ 3 بـ6 18 بـ5 9، فبدي أوصل بين هاي ويعني هاي مثلا 18 على فرضنا، لو فرضنا هاي 18، كم بدي أنزل 9، فهاي 9 بوصل بينهم خط مقعر، تمام؟ بعدين عندي هون رياكشن مثلا بطلعني، طلعني 10 أو طلعني 6، طلعني 6، شو بعمل بعدين؟ بلاحظ انه هذا تركيزه 6،
فبلاحظ انه هاي زيرو، فكيف بوصل بينها؟ خط لينير، خط لينير. ليش؟ لانه انا لازم يكون مقدار الفرق بين هاي وهاي مقدار التركيز. كم مقدار التركيز بينهم؟ 6. فانا من النظر عرفت انه مقدار الشير هنا 6، مقدار رياكشن هون رياكشن بي 6. كيف عرفت انه 6؟ لانه معروف انه هون بده يكون مقدار الفرق بين هاي وهاي هو التركيز، وهون نهايه البيم 0. فاذا هاي 6 بقدر اوجد رياكشن هذا بحل. بالنسبه للمومنت نفس الشيء، مقعر بعدين باخذ المومنت هون، باخذ المومنت هون، باخذ المومنت هون، هون صفر وهون صفر وهون قيمه، بوصل هون وهون مقعر سكند ديجري، وهون هون مقعر ثيرد ديجري، وهون سكند ديجري. طبعا ما بفرقون بعض. طيب هاي بروبلمات نفس الشيء، كل نفس الشيء صفه. وهي الريليشن شيب، الريليشن شيب بينه وبينها هي اشتقاق تكامل، واللي انا حكيتهم قبل شوي، وهذا مشروع تشابتر لحاله. طيب انا هيك شرحت طريقه المومنت عند كل نقطه. الطريقه الثانيه طريقه المساحات. كيف طريقه المساحات؟ نرجع لهذا المثال، لاحظ انه الشير ديجرام طلع معاه زي هيك صح. طيب شو المومنت ديجرام؟ المومنت ديجرام هسه احنا عرفنا انه المومنت تكامل الشير صح. راح تقول لي طيب كونه تكامل بالرياضيات، شو التكامل؟ كنا نسميه مساحة، معناته مساحة الشير هي بتعطيني مومنت. طيب شو يعني؟ يعني انا عندي هذا اللود زي هيك، هذا الشير ديجرام صح؟ راح تقول لي طيب شو مساحة المستطيل هذا؟ راح تقول لي والله هذا 2.5 وهي 2 صح؟ راح تقول لي 2.5 في 2 كم؟ 5. 5 هي مساحة موجبة، بطلع 5. المومنت زي هيك. بعدين هاي مساحة سالبة، كانت هون عندي 5 صح؟ بعدين بقول كم هي مساحتها؟ 2.5 في 2 كم؟ 5. بس ايش سالب؟ بنزل 5، بنزل 5 من اخر شيء، يعني مش المقدار هون زيرو، لا، المساحات يعني تدريج. كيف يعني؟ مساحة هذا زائد مساحة هذا بيعطيني هذا، يعني لو كان هذا البيم فيه له تكملة زي هيك مثلا، مساحة هذا زائد مساحة هذا زائد مساحة هذا بيعطيني هذا، مساحة هذا وهذا 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 بيعطيني هذا. فهمتوا كيف؟ فإنه تدريج، إنه مساحة كل واحد بيعطيني اللي بعده، فمساحة هذا بيعطيني هذا المومنت هون، مساحة هذا وهذا بيعطيني المومنت هون، وهيك. طيب نيجي على مثال أسهل. هذا مقعر، المساحة له مش مطلوبة منكم. نيجي لهذا المثال على السريع. عندي هذا الرياكشن بيكون 6، وهذا الرياكشن المومنت بيكون 6 في 3.18 تمام. الشير ديجرام بس هون بطلب اني ارسم الشير، اما بطريقه المومنت بكل نقطه فيش داعي ارسم الشير، بوجد المومنت بكل نقطه بدون ما اوجد الشير، بطلع 6 في مستقيم، امشي 0. طيب اللي بعده هاي المومنت، في عندي 18، هاي ال 18 مالها؟ عكس عقارب الساعه، فبدها تنزلني، بدها تنزلني، نزلت، انزل سالب 18. بعدين عندي مساحه موجبه، كم مساحة هذا المستطيل؟ الارتفاع كامل 3، مقدار الشير كم؟ 6، 6 في 3 18، فمعناته سالب 18. ونقولنا كل شيء من البداية، يعني مساحة الشكل هذا زائد مساحة الشكل، يعني مساحة الشكل هذا بيعطيني النقطة هون، بس هون في مومنت، المومنت مو عبارة عن مساحة. يعني سالب 18 زائد 18 بيعطيني 0، والمساحة هون 0، فهذا هيك المومنت ديجرام. يعني مساحة الشير يعني المومنت. طيب نيجي لهذا المثال، هذا المثال قبل شوي طلعنا هذا الرياكشن 75 وهذا الرياكشن 2.4 صح؟ كل 0.57 هذا 2.4. هاد تقول لي في عندي شير، شير هذا هيك، هذا في، بعدين راح أقول لك أنا طلعت مقدار 1.5، بعدين نزلت شوي، أقول لك أنا طلعت 1.5 هي 75 في 2، بعدين طلعت مقعر زي هيك، بلشنا نخربط. الشير، الشير 75 مش مستقيم، بعدين
سلنا هيك بعدين ثاني صح؟ هتقول لي هاي 75 هاي سالب 2 هاي مساحة سالبة هاي مساحة موجبة هاي مساحة موجبة. بعدين جينا على المومنت بقول لك شوف عندي في عندي هاي مساحة المستطيل هذا كم؟ 75 هاي 75 في 2 كم؟ 1.5 فبوصل 1.5 هاي مستطيل هاي لينير انت شايفين. بعدين مساحة هذا المستطيل هسا هون شو صار؟ هاي مشكلة المساحات صارت غلبة. هسا في عندي هاي مسافة كاملة 2 صح؟ ومع القيمة هاي ومع القيمة هاي فأنا بدي أوجد كم القيمة هاي مشان أطلع مساحة الشكل هذا ومساحة الشكل هذا مشان أوجد إنه هاي راح تطلع معي صفر ولا لا. فكيف بدي أوجد مساحة الشكل هذا؟ بكل بساطة شابه المثلثات. إذا هاي 2 فهاي بدي أفرضها إكس فهي تكون إكس ناقص 2 2 ناقص إكس. فبعمل شابه مثلثات 75 75 على 2 ربع تساوي 75 شو مسافتها؟ إكس. طيب والاثنين ربع ايش مسافتها؟ 2 ناقص اكس. طلع قيمة اكس اكس بتطلع معي نشوف ايش تطلع بس 0.75 على 2 ربع تساوي اكس 2 ناقص اكس 75 على 2 ربع تساوي اكس 2 ناقص اكس تطلع مع قيمة اكس نص. تطلع مع قيمة اكس نص يعني هذا قاعدته نص وهذا قاعدته 1.5. طيب شو مساحة المثلث الموجب؟ مساحة المثلث الموجب 75 في نص في نص اللي هي نص القاعدة بالارتفاع. 75 ضرب نص ضرب نص 0.187 فمقدار الزيادة من هون لهون 1.875 يعني 1.5 زائد 0.1875 بيعطيني هاي. بعدين هاي مساحتها 1.5 ضرب 2 وربع ضرب نص كم عندي؟ اللي هي هاي نفس القيمة اللي طلعت معي كيف؟ بالسالب بالسالب بتنزلني الصفر بس هي ما طلعت زيها بالضبط. 1.5 زائد 0.1875 بطلع صح 1.6875 ايش بعمل؟ ناقص مساحة المثلث هذا مساحته كم؟ 1.5 في 1.5 في 2.5 بس ايش؟ سالب فهاي سالب ال 1.6875 بيعطيني 0 فهي 0. هاي طريقة المساحات. طريقة المساحات وجد مساحة الشير واجمع تراكمي. فأنا ما بفضلها بفضل مواد تكون نقطة. وبخصوص المومنت ديجرام يعني عادي هون امثله هيها اشتغل على المساحات هاي مساحتها هيك او انا بالنسبه لي باخذ المومنت تكون نقطه اسهل لي. ايوه هذا الشير له 2 نزل بعدين طلع كم مختار رياكشن 10 سالب 2 زائد 10 8 بعدين لينير لانه هذا مستطيل. بعدين هو شو عمل مساحه الشكل هذا سالب 2 في 4 كم؟ 8 سالب 8 فهي سالب 8. بعدين هذا مساحته موجبة يعني بدي أطلع طلوع من سالب 8 كم بدي أطلع؟ نص القاعدة بالارتفاع نص في 8 في 2 8 فسالب 8 زائد 8 كم؟ 0 فوصل زي هيك. أما لو بدي أوجد عند المومنت عند كل نقطة بدون ما أرسم الشير طبعا ما بدي أرسم الشير ما بدي أطلع رسمة الشير بقول له المومنت هون كم؟ 2 في 4 8 إيش بيعمل لي عكس عقارب الساعة فسالب 8 بعدين هون ما في اشي زيرو فبوصل مقر. شايفين بس هالمومنت عند كل نقطة زي المساحات وهذا نفس الاشي. هاي امثلة كثير حلوا اللي بيعجبكم. اهم اشي هذا الشابتر تعرف الكابل مش داخل. اهم اشي بهذا الشابتر تعرف كيف تحسب المومنت والشير ديجرام كيف ترسمهم. الفانكشن موجود بشابتر فيديو لحال ممكن مش داخل معكم مادتكم هذا الفصل بس بشكل عام انتوا ادرسوا اي فيديو انا منزله ادرسوا. وهيك نكون خلصنا شابتر 7 ويعطيكم الف ألف عافية.